الى مثلا كيعلى على الضرب من خلال الناس اللي تقوم بعقلات مجريات الدوره خصنا ما نستثنيوش او يعني تاع رجال الصحافه خصهم يكونوا متواجدين لانهم هذا الجسم هذا هو لم يعرقل للدوره وبالتالي علاش غنحرموا السيطره لان احنا كنعملوا سياسه مهم انهم يتابعوا مجريات الدوره ومن خلال لان الفلسفه شنو هي السيطره انا لمست من خلال الدوره ديال كونداميناجون اللي كانت مغلقه 15 من الناس ديالكم السيد الرئيس بما فيهم سيادتكم وثلاثه ديال المعارضه والاعضاء 19 من الناس في دوره ديال كونداميناجون انا ما زعما بالاسف اذا واش شنو هاد الاعضاء واش نكون واضحين واش كتبغينا كنبغيو البهرجه تيكونوا الصحافه والناس عاد نجيو هذه راه مصالح مواطنين باش نكون واضحين.